النهاردة هنتكلم عن حاجات كتير جدا بتهم كل جماهير النادي الأهلي حصلت الأسبوع اللي فات ده، فيها الحلو زي اللي كسبوا رحلة للإمارات لتشجيع النادي الأهلي في مونديال الأندية والمسابقة اللي عاملاها قناة النادي الأهلي، وفيها طبعا زي ما احنا عارفين الوحش زي سوء الحظ الكبير اللي بيطارد مجموعة كبيرة من نجومنا في الفترة اللي فاتت. معاكم أحمد عصام وأول حلقة من الموسم الجديد لبرنامج أصحابي وحبايبي المفضل. يلا يا أهلي يلا بينا. إصابة أكرم توفيق برباط الصليبي بعد أول 5 دقايق في كأس الأمم الأفريقية، واستبعاد كمان بدر بنون من منتخب المغرب للإصابة برضو قبل أول مباراة، وتهديدات إرهابية بتحاصر معلول وديانج في مدينة ليمبي. دي كانت حصيلة لاعبي النادي الأهلي في أول أسبوع من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون، واللي تفاعل معها جمهور النادي الأهلي بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي زي إبراهيم كريس اللي فكرنا بسوء الحظ الكبير اللي بيطارد لاعبتنا مع المنتخب من 2017 لحد النهاردة، والموضوع ده كان فيه 2 صليبي وغضروف وكسر. وحسين كمان اللي وجه تويتة شديدة اللهجة لصامويل إيتو شخصيا وحذروا ان لو اي حاجة حصلت لمعلول وديانج الموجودين في ليمبي او حصل لهم اي حاجة الموضوع مش هيعدي على خير. لكن اصابة اكرم توفيق كشفت عن كم الحب الكبير اللي كل نجوم المنتخب ولعيبة النادي الاهلي وحتى جمهورنا بيكنوا للنجم المقاتل ده، ورسائل الدعم وصلت له من كل مكان سواء من لعيبة المنتخب وزمايله في النادي واولهم كمان محمد صلاح أو جماهير النادي الأهلي أو المواقع الرياضية حتى في مصر وبرا مصر، واللي تصدر بيهم الترند لفترة طويلة بعد إعلان اتحاد الكرة إصابته للأسف بقطع في الرباط الصليبي واللي هتبعده لفترة طويلة جدا عن المنتخب وعن نادينا، وتأكد بشكل رسمي طبعا إن هو مش هيكون موجود معنا للأسف في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام الشهر اللي جاي إن شاء الله في الإمارات. وبعيداً عن سوء الحظ اللي بيطارد نجومنا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، فلاعيبة قطاع الناشئين عندهم فرصة عظيمة جداً يثبتوا نفسهم. مستر بيتسو موسيماني قرر الدفع بمجموعة كبيرة من لاعبين شباب وناشئين في بطولة كأس الرابطة البطولة الجديدة، وبالفعل شاركوا في أول مباراة قدام الجونة وأدوا بشكل كويس جداً. وكمان مستر بيتسو موسيماني قرر الاعتماد عليهم لحد نهاية البطولة، وده كان خبر مفرح جداً بالنسبة لهم، وقال إن هو هيعتمد عليهم لنهاية البطولة إن شاء الله حتى مع عودة مجموعة كبيرة من نجومنا المصابين. You can tell, you can judge. أنت ممكن حتى بنفسك تحكم شو مستوى النهاردة. The performance will judge. الأداء هو اللي بيحكم، الأداء في الملعب هو اللي بيرد على السؤال. He did very well. لعب كويس أوي النهاردة. كمان زميلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي وواحد من أهم اللي بيغطوا قطاع الناشئين في النادي الأهلي اتكلم عن اللعيبة اللي شاركت دي وعرفنا أكتر عليهم. خلينا نشوف زميلنا فاروق قال إيه. من اللعيبة اللي أنا شايف اللي أكيد ما حدش يختلف عليها زياد طارق، جناح هجومي مهم جدا ومميز جدا، وعايز أقول لكم إن هو لسه عنده كتير جدا، واحد زياد ده من أهم اللعيبة في قطاع الناشئين. أيضا أحمد سيد عبد النبي اللي بعتقد هيبقى باك رايت مهم جدا للنادي الأهلي الفترة اللي جاية، واحد من اللعيبة المهمة جدا. محمد مغربي مساك اكثر من رائع وبيلعب ظهير ايسر، واحد من اللعيبه برضو العناصر المهمه جدا. وحاله السعاده دي والاشاده بالنجوم الشباب ادت دفعه كبيره جدا للاعبتنا سواء في الاكاديميات او في قطاع الناشئين. خلينا نشوف اللعيبه الشباب دي قالت ايه عن المشاركه الاولى للاعبين اللي تحت السن في مباراه الجون. اللعيبه الشباب النهارده بتلعب مواليد 99 و2001 وان شاء الله فعلا عاملين نبقى زيهم نلعب ماتش رسمي ان شاء الله قريب ان شاء الله. كل ما بشوف اللعيبه بحس ان اللي جاي احسن، وانا كل ما باجي هنا بحس ان انا حلمي هيتحقق. اول ما شفت اللعيبه والله كنت حاسس انه في امل والله. وقبل ما نختم خلينا نشوف معلوماتكم ونختبركم عن واحد من نجوم النادي الاهلي. النجم دوت بدا مسيرته في قطاع الناشئين وتصعد بالفعل للفريق الاول وهو عمره 19 سنه. توج مع الفريق ب 15 بطولة منها دوري الأبطال مرتين رغم خروجه للاحتراف أكتر من مرة، وحقق كمان كأس الأمم مع المنتخب، ولعب مع الكابتن سيد عبد الحفيظ وعلي ماهر ووليد صلاح الدين وتريزيجيه وكمان عماد متعب، واتدرب تحت قيادة مستر تسوبل ومانويل جوزيه وحسن شحاتة. يا ترى مين هو؟ بنفكركم كمان بالمشاركة في مسابقة قناة النادي الأهلي اللي هتديك الفرصة ان انت تسافر للإمارات عشان تشجع النادي الأهلي في مونديال الأندية، وكان بالفعل في 2 سعداء الحظ كسبوا لحد دلوقتي رحلتين للإمارات لتشجيع النادي الأهلي. كل اللي عليك ان انت تتصل او تبعت رسالة على رقم
1795 من أي محمول أو تتصل من أي رقم أرضي على 0900-9500 وتجاوب على الأسئلة عشان تكسب رحلة لمونديال الأندية. وبنبارك لأول اتنين كسبوا رحلة للإمارات لمساندة ودعم النادي الأهلي في مونديال الأندية، وهم أشرف أحمد زكي وأحمد محمد عبده. ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي.